والآن يا ابن سليمان شاه أرطغرل، ماذا فعلت لك الدولة لتقتل أردوكوش؟ وماذا فعلت الدودورغا لكي تقتل شخصين منها؟ وسوف نستمد العدالة من كتاب الله. تكلم الآن. أولاً يجب أن تعرفوا بأنني جئت إلى هنا بإرادتي، وإلا لما استطعتم أن تقبضوا علي. فيا أسياد القبيلتي، أنا جئت إلى هنا لأظهر الظالم الحقيقي أمام أعينكم. دعنا من هذا الكلام وأجب عن الأسئلة التي سألتها. المحاكمة التي تقام اليوم قد أقيمت من أجل هلاك جميع قبائل الأوغوز. إن تكلمت كلمة أخرى سينطق المجلس القرار حالا. يجب أن يقطع رأسه حالا. السيادة قبيلتي، منذ حملت السلاح وحتى يومنا هذا لم أستخدمه في قتل شخص مظلوم، وقد كنت دائما أقف في وجه الظالم لأنني أعرف أن قطع أنفاس ظالم واحد في هذه الأرض يسعد قلوب المظلومين، فكيف أفعلها وأتجنى على أناس لا ذنب لهم مثل السيد أرطغرل وتوتكين وأقتلهم؟ ها؟ كيف؟ أما الخائن كوجاباش قتلته أمامكم وأنا لست نادما. هل أخذ روح شخص خائن واجب عليك أنت؟ إن كنت أنت قد ربيت الخائن ولم تعرفه فقتله واجب. ماذا يقول؟ يجب أن يقول هذا موضوع شحي. كيف يقول هذا الكلام؟ تعالى على المجلس، يحق له أن يقول من عسى. اصمتوا يا سادة، هذه محكمة ليست عرسا. وهل لديك أي دليل على خيانة كوجاباش؟ لقد حررنا الكثير من الأراضي وقد هزمنا ظالمين كثر وأعطينا الخونة العقاب. الحياة قد علمتني أن أعرف الخائن
من صفاته وتصرفاته. الآن أريد أن أقول، كوجاباش هو المسؤول عن استشهاد وزيرنا السيد أرتوكوش، وقد كان يراقبه ثم سلمه للمغول، وفعل هذا مع توتكين أيضا. كل المعارك التي كان يخوضها استطاع الهروب منها والعودة إليكم. تعرفون أن نويان رجل قاس ولا يرحم، كيف كان يتركه يعيش؟ نويان كان يتركه حيا كي يلصق التهمة بي أنا، وفعل ذلك كي تتحارب القبيلتان ونحمل السيوف على بعضنا. وبينما قبيلة الكاي والدودورغا منشغلتان ببعضهما، حينها تضعف الأناضول ويحكمها. وليس فقط كوجاباش هو الخائن، فالذي يجلس هنا كرابيك هو أيضا واحد من كلاب نويان الكبار. اصمت! هذا لا يعقل. كيف يتهمه؟ مستحيل، إنه يافي. ماذا يقول أرطغرل؟ أيها الأرعن، مستحيل، إلزم حدودك معي. هذا غيره مجنون، كيف ممكن؟ مستحيل. الكلب الذي لا يعرف النباح ينادي أعداء القبيلة يا سادة، هذا الكلب قد عقد مع نويان اتفاقا ونصب معه كمينا لنا. نويان كان يدق بيدي مسمارا وهو استمتع بمشاهدة ذلك. لا يخون، إنه غير مؤمن. السيد كرابيك ليس أنه يفعل هذا الكلام، لا يصدق. هل هذا صحيح يا كرابيك؟ الخائن هذا يريد إبعادكم عن الحق يا سادة. من باع سيفه ودينه وباع روحه للشيطان ليحكمه هو القاتل وهو الخائن. لم أعد أفهم شيئا، كيف اتهمه أرطغرل بهذا؟ والآن هو يفتري علي أمامكم كي يحط من قدر الدولة عندكم. فلنتخطى هذا الكلام، فأنا لدي شاهد. أتسمح لي جوموشتكين؟ اليوم هو يوم إظهار الحق يا كرابيك، تفضل. هل تقسم أيها الشاب بأن تقول الحقيقة؟ سوف أقول الحقيقة وأنا أقسم. اجلس هناك. إبراهيم هو من رجالنا ورافق السيد أرتوكوش كحارس، وهو دائما في ساحات القتال. إنه محارب بطل، ووالده أحد الحراس للسلطان أيضا، وهو كان مع السيد أرتوكوش حين هوجم، وسوف يشرح لنا كيف تم قتله على يدي أرطغرل. يا أخوانا، أنا أرطغرل من الكاي. كلكم قتله. يا أخوانا، خائن، كلكم خونة. عندما كان رجالنا يقتلون من رجال الكاي، أتى هذا الرجل الذي يدعى أرطغرل وكان غاضبا، وكنت وحدي ولم أستطع مقاومتهم جميعا. كنت مجبرا أن أهرب بحصاني، وأقسم بالله بأن كل
ما رأيته قلته وبصدق. هل سمعتم ما قال؟ كلامك صحيح وقد رأيتك. جئت إلى هناك، ولكن عندما وصلت كانت الأمور قد انتهت، والوزير أرتوكوش قد طلب مني أن آتي إلى هناك. لقد اعترفت بنفسك إذن، ولم تعد تستطيع الهرب، ولم يبق عندك كلام لتخلص نفسك يا أرطغرل. ألم تكن منفياً حينها؟ السيد أرتوكوش، أين رآك لكي يتفق معك؟ هذا الكلام لا يصدق. عد إلى مكانك. لم أرك هكذا من قبل عمتي، تبدين غاضبة جدا وتحترقين كالجمر. نحن معك يا سيدنا. إنه خائن. أنا غاضبة بسبب ذاك العجوز، ففي البداية تقربت منه ولم أكتفي وأخذت منه زوجته. عشت معه وأنا أعاني المصائب في كل يوم. لماذا؟ لأجل وحدة الأوغوز، ولكي يصبح هم الأقوى، ولكي يتحد الناس كلهم من الفرات إلى أراضي الأناضول، لكي نصبح يدا واحدة. وقفت بجانب أخي ولم أترك، ولأجل جوموشتكين قد حكمت على نفسي بالموت معه. كونجاكول، أنت أيضا ستفعلين مثلي. والآن هيا قولي لي، إن لم أغضب أنا فمن سيغضب؟ وإن لم أحترق فمن سيحترق؟ ربما الرجل الذي أبحث عنه منذ وقت هو غوندوغدو نفسه. لن أكون مجبرة مثلك، بل سأكون معه برضا مني، وليس من أجل والدي فقط، وليس من أجلك، بل لأنني أحب. لكن بعد أن تقربت منه فلن تفرقنا عن بعضنا سوى معجزة عمتي. عندنا الكثير من الهموم، وهموم ابنتي جوجي كبيرة كهمومي. قبل أن تنال مرادها قد افترقت عن من تحب. أنت مسؤول عن دماء من قتل من رجالنا. نحن نريد العدالة. نطلب العدالة. يجب أن يقتل. يجب أن يقتل. نريد العدالة. إنه رجل خائن. يجب أن يقتل. كل شيء واضح. لما تناقشون هذا المجرم؟ أنهوا هذا الشيء الآن.
الإسراع في الحكم هو مطلب للعدل. تبنيت هذا الموضوع وسأخذ القرار. ابن سليمان شاه أرطغرل قد تعرض إلى السيد أرتوكوش ومحاربيه ونصب فخا لهم لكي يقتلهم جميعا. وأيضا فعلها مع قائد محاربي دودورغا ورجاله، وقد نصب فخا لهم وقضى عليهم جميعا. وفي النهاية الشخص الذي نجا من الفخ وهرب منه وهو من جنود الدودورغا والذي يدعى كوجاباش المحارب قام بقتله عن طريق قطع رأسه. سوف يعدم. السيد أرطغرل البريء. السيد أرطغرل البريء. السيد أرطغرل البريء. السيد أرطغرل البريء. هذا لا يجوز. كيف تحكم عليه؟ السيد أرطغرل البريء. بريء. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. السيد أرطغرل البريء. السيد أرطغرل البريء. لا تفعلوا هذا. اصمتوا. كفى. لا يجوز أن تحاسبوه. إن عقاب هذا المتهم وباسم القبيلتين وبقرار من المجلس وبعد التدقيق في هذه الاتهامات وإثباتها، فإن أرطغرل سوف يعاقب أمام خيمة المحكمة وبحضور الأهالي من أجل الشهادة على العقاب. والسيد كوركوت هو من سينفذ هذا القصاص وباستخدام السيف. المحكمة قررت تنفيذ القصاص حالا بالمتهم السيد أرطغرل وقطع رأسه. لا، هذا ظلم. لا، لا تفعلوا هذا. السيد أرطغرل بريء. هذا لا يجوز. هذا غير ممكن. لما تقطعون رأسه؟ السيد أرطغرل بريء. السيد أرطغرل بريء. السيد أرطغرل بريء. لا يمكن أن تفعلوها. إن ولدي مظلوم وأنتم ظلمتموه. هل لديك ما تقوله يا ابن سليمان شاه أرطغرل؟ الله معنا وهو يرى جمشتكين. أما عن هذا الخائن فحتى إن قتل آلاف الأبطال سيبقى هناك من يحارب الظلم دائما. خذوا المحكوم ليتم تنفيذ الحكم. لا تفعلوا هذا. ظلم. هذا لا تفعلوا هذا. كيف تحكمون عليه؟ انه بريء. لا تفعلوا هذا بسيدي. انتم تظلمون سيدنا. لا يجوز. سيدنا بريء. هذا يمكن ان تكون الذنب. Oh, my God.
السيد جوموشتكين. أريد أن أقول شيئا قبل تنفيذ الحكم. تفضل سيد جوندوجدو. يعرف السلطان علاء الدين بأنك سوف تفعل هذا بأخي؟ معك يا سيدي. سيقتلونه الآن. أين أنت يا جندوكتو؟ السلطان علاء الدين يعرف بأنه بطل ويحبه. إن سمع بذلك فما الذي ستفعلونه؟ حينها سندفع كلنا الثمن. ليس لدينا وقت لهذا. هل تريد إثارة الحرب جوندوجدو؟ طالما أن أرطغرل حي فالدماء سوف تهدر. السلطان علاء الدين سوف يعرف بكل ما يجري. فدلديمير و السلطانة حليمة ذهبوا إليه. الآن تذكرت بأن حليمة من أهل ذاك القصر وتحاولين استغلالها؟ إن لم تستطع إيجاد العدالة فأنا سأفعل ما أراه مناسبا سيد كوركوت. هذا الأمر انتهى. أرطغرل القاتل ورأسه سيقطع. الانتقام الذي في داخلكم أعمى أبصاركم جميعا، ونحن من سيدفع ثمن هذا. فأين العدالة؟ سيدة هايمة، سيد جوندوجدو، لقد حزنت وتأثرت مما جرى الآن، لكن قتل كوجاباش هو دليل، وبعدها شهادة ذاك المحارب، ولهذا لا أستطيع فعل شيء. أنا ذاهب كي أنفذ الحكم. حين جاء أرطغرل إلى الحياة أنت الذي احتضنته، وعندما أتى والده جريحا أنت أخذته أولا. كان أرطغرل طفلا بريئا حينها كما هو بريء اليوم. لا تفعل ذلك. السيد الأرطغرل البريء.
قتل ولدي توتكين، وهذا القصاص من حقي، وسوف أذهب لأخذه. تركات أمي، أمي. ترتكب خطأ يا خالد. إنه بريء. لا تتعب نفسك معي، وإن بقي في داخلك قليل من الإيمان فانطق بالشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنا بخير بني، هيا افعل ما يجب. لا تقلقي أمي، أنت ابقي هنا وأنا سأحدثهم كما يفهمون. حسن إيدي. ترى أين الأم هيمة وكوندوكتو؟ حتما احتجزوهم في الداخل. كن في عوننا يا رب. دوغان، بامسي، تركوت، حان وقت إظهار الحق. هيا حموا سيدكم يا أبطال. يا الله!
اذهب وانقذ ارطغرل. اركض هيا يا بني. حسنا حسنا. أحد منكم سوف يقتل. لقد أتى الشيخ. ما الذي أتى به الآن؟ ترى من الذي معه؟ إنه الشيخ من الحربة. يجر أحدا بالحربة. من هذا يا ترى؟ ماذا جاء يفعل في هذا الوقت؟ الله أعلم. إنه يجر أحدا بالحربة. إنه سيد الدكين. يا إلهي، هذا معقول؟ لا أصدق. سيدي إنه السيد توتكين. إنه حي. إنه حي. السيد توتكين. إنه السيد توتكين. لا أصدق. السيد توتكين حي. لا إله إلا الله. أصدق. السيد توتكين. السيد توتكين حي. السيد توتكين حي. إنه السيد توتكين. السيد توتكين حي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. إنه حي. إنه حي. لم يموت. هذا غير معقول. وعليكم السلام. السيد توتكين حي. سيدنا على قيد الحياة. معنا رجل قد رأى الشفاء وجئنا نسلمه إلى والده.
توتكين بني. هذا غير قالوا إنه قتل ولدي. بني أبي. أنزلوا أسلحتكم جميعا. أبي. من فعل بك هذا بني؟ من فعل بك هذا؟ المسؤول عن كل الأمور. تكلم. هو ماذا؟ أرطغرل. المسؤول عن هذا الألم الذي أعيشه أرطغرل أبي. فبعناده قد دمر القبيلتين. لكي يهجم المغول علينا منحهم الذرائع وتمسك برأيه، وبوجوده بيننا أعطاهم الفرصة. فليعرف الجميع بأن من جعلني أصاب وأيضا من قتل رجالنا ومن قتل الرجال السلاجقة ومن قتل السيدة أرتوكوش ليس أرطغرل. لم أعد أفهم شيئا. عن ماذا يتكلم؟ هذا غريب. إذا من قتله؟ إنه يبرده. هذا معقول؟ أنا لا أصدق هذا. يا إلهي، كادوا يقتلونه. السيد أرطغرل البريء. هل السيد سمعته؟ السيد أرطغرل البريء لم يقتل أحد. حمدا لله. الحمد لله. الحمد لله. إنه بريء. الحمد لله. الحمد لله. لقد اعترف بذلك. الحمد لله. الحمد لله. إنه لم يقتل أحدا. الحمد لله. أرطغرل يا أبي، بلاء علينا. لكنه لم يكن خائنا أبداً.
كرابيك غير موجود. اركضوا، هيا إلى الخيول. سيدي ضع كرابيك لنا نحن، وأنت ابقى هنا مع الأم هيما. هيا لا تقلق، سنحل الأمر. طالما أنتم بجانبي لن أقلق أبدا. انطلقوا بعون الله. سلمت سيدي، سلمت سيدي. هيا هيا. أخوتي وأخواتي ويا رجال قبيلة الأبطال، لقد تخلصنا من الفتنة التي حيكت لنا اليوم وأحبطنا مؤامرتهم. الحمد لله. لكن الخيانات والحروب من دون سلاح بدأت مجددا. منذ القديم وإلى الآن كان يظهر بين الإخوة أشخاص يخونون أهلهم وقبيلتهم، وقبل أن نقضي على هؤلاء جميعا فهذه الحرب لن تنتهي. لكن لا نيان ولا الذين يتفقون معه ويخونونكم سوف يبقون بلا عقاب. نحن سنجعلهم يدفعون ثمن ما فعلوه غاليا. الله أكبر، 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 الله أكبر. نحن كلنا جئنا من نسل الأوغوز، وقد كبرنا على العدالة ورد الظلم، ومن أجل هذا نحن نموت. لتبقى العدالة إلى الأبد، ولتبقى الحرية إلى الأبد. الله أكبر، 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 الله أكبر.
تحرك تحرك أيها الحيوان اللعين، تحرك. تعال نتكلم معا قليلا وبعدها أقتلك وينتهي كل شيء. ألن تترك لنا شيئا بأمسي؟ سنتشارك في هذا الكلب المغولي يا أخوتي. الوضع أرطغرل نجا من عقوبته. ماذا تعني بنجا من العقوبة؟ تعني أنهم لم يقطعوا رأسه؟ هيا تكلم، ما الذي فعلوه؟ تدكين عاد إلى القبيلة وشرح كل شيء لهم، كل شيء. Ah!
نذهب من هنا. هيا خذوه. أخي، هل أنت بخير؟ تكلم. عضة بعوضة لا تؤثر بشخص مثلي أبدا يا أخي. لو كانوا أكثر من ذلك لاستمتعنا بهم يا أخي. هناك كلاب كثر، فلنلحق بكربك. هيا. نعم أبي. ما هو الذنب الذي ارتكبت حتى أرى عذابا كعذاب جهنم في الدنيا قبل الآخرة؟ لقد عشت عذاب فراق إخوتك من قبل، والآن عشت عذابك أنت. أنا بخير وقد عدت، فلا تقلق. لو أصبت بمكروه فكيف سأحتمل العذاب بني؟ إن تراب الأرض أخذ أولادي مني ومن دون رحمة، وكاد يأخذك. أرطغرل كان محقا في كل ما قاله، لقد رأيت ذكاءه، لكني للأسف لم أتعد. ليغفر لي الله. رجالي بوغاتش وسامسا، هل عادا؟ منذ ذلك الوقت لم نتمكن من معرفة أي شيء عنهم. هؤلاء إخوتي بالدم، إن كان نويان قد قتل إخوتي سوف أقتله بيدي. في البداية يجب أن تتمثل للشفاء، وبعد ذلك ستقتل ذاك الوغد. المغول أخذوا كرابيك معهم. هناك دماء. ما الذي سنقوله لسيدنا؟ ها؟ سررت بعودتك. شكرا أمي.
شرفت المخيم أخي. شكرا أخي. أهلا بك سيد أرطغرل. سيدة سيلجان، أخي، تخلصنا من هذا بفضلكما. هل تأذنين لي أختي هيمة؟ تفضل سيد كركوت. شرفت الخيمة. هل تسامحني ولدي أرطغرل؟ الحرب على أبوابنا، وفي كل يوم يقتل آلاف التركمان. جيوش أوغاداي تتقدم من جهة الأناضول، وفي هذه الحالة لا يمكننا أن نختصم مع بعضنا بعضا. أن تبقى على العدالة، وحينها أنا سأكون في صفك على الدوام. سلمت يا ابن أختي، شكرا لك. وأنت يا أختي هيمة، ستسامحينني على ما فعلت؟ كل شيء ذهب الآن يا أخي. أوقعنا غدر الأعداء، وقد ذهب الفساد الذي كنا نكنه، وبعد الآن لن نسمح بغدر العدو لنا أبدا. أخي، خيرا، ما بك؟ ما الذي يجري؟ بعد أن كانت كل خطتنا ستنجح، ظهر لنا البلاء أرطغرل مجددا. هل كنت تظن بأن طريق القيادة سهلا؟ ستخطط للفخ ثم تفشل بتنفيذه وتعود للتخطيط ثانية ليكون هناك قيمة للنصر. إن سمع السلطان علاء الدين بهذه الإنجازات التي حصلت، سوف تكون الإمارة حلماً، حلماً! حان الوقت لأكشر عن أنيابي. أخي، هذا ليس وقت الأنياب، بل وقت التفكير بالعقل. أرطغرل ظهر كبطل بين أهالي الكاي والدودورغا، وإما أن تظهر بطولتك أكثر منه، أو سوف تحفر له فخاً لتوقعه. على رسلك، على رسلك يا سيدي. خذي هذه من هنا. لا تقلق سيدي، ستشفى بإذن الله. شكرا لك أرتوك. هذا واجبي. سيدي، لا تتحرك، جروحك لم تندمل بعد. كل ما حصل بسببي. أخبرتك عن مكان أرطغرل. لا داعي لهذا الكلام، كلانا نعلم جيدا أن المسؤول عن كل ما حدث هو أرطغرل وحده. حين تتعافى سوف تعود إلى القيادة لتحاسب الجميع سيدي.
بعد أن تتعافى لن أتركك أبدا. إن كنت بخير فكلنا بخير. شكرا لك. اسمح لنا سيدي. تعالوا يا أبطال. سيدي، لقد جاء المغول وأخذوا كرابيك منا. قل ماذا حدث. كان هناك دماء في المكان الذي أخذوه منه. نويان الوحيد الذي يفعلها. يبدو أنه أتى إلى قرب المخيم كي يرى الإعدام، وبعدها أخذ كلبه وذهب. ماذا نفعل سيدي؟ قد حان وقت الهجوم يا أبطال. أسمعت يا أخي دوغان؟ سوف نطيح بهم. بأمرك سيدي. إلى مؤسسي الدولة وهادمي الدول، سلام لكم من صاحب المهمة أرتوك. السيد أرطغرل أفسد جميع المخططات وقد هزم أعداءه. أريد مقابلتكم إن أذنتم لي وبأسرع وقت في الأخلاط. خيرا بامسي، أرى السرور على وجهك. نعم سيدي، أكون مسرورا حين أقتل المجرمين. أدام الله سعادتك إذن. شكرا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، أحضرت الصفاء إلى المخيم. شكرا سيد أرطغرل. كيف حالكم يا رجال؟ أنتم بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ما القصة التي ستحكيها لنا اليوم يا شيخي؟ البشارات التي بشر بها الفاتحون سوف تتحقق كلها، وإن وعد الله قريب. العالم ستنتشر فيه رايات الحق، والفتوحات ستأتي قريبا لا محال. سيدنا حبيب الله عليه الصلاة والسلام، النبي الكريم، قد ترك بلده مكة التي عليه يحبها الصلاة والسلام، والتي ترعرع فيها وتحت جنح الظلام. خرج منها وعيناه تدمعان وفي قلبه حرقة الفراق، والله تعالى بشره عندها أنه قريبا سوف يعود لفتح مكة، وبالفعل عاد إليها بعد ذلك فاتحا. نبينا خرج من مكة هو وصاحبه فقط، وقد عاد إليها بعشرة آلاف رجل، لكنه لم يدخل إليها متباهيا، بل دخلها بتواضع. أول شيء فعله هو السجود لله تعالى، وكان على ظهر الجمل.
إن الرسول لم يفتخر بهذا الإنجاز قط، بل رفع يديه إلى السماء وشكر الله بكل تواضع لأنه من عليه بالنصر. ولقد قال حينها: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح ودخل إلى داره آمن، ومن دخل البيت الحرام آمن. نبينا قد دخل إلى مكة بالإحسان وأراهم رحمته، وفتحها دون أن يسيل الدم وأراهم تسامح الإسلام. إن سيدنا سامح وحشي العبد الذي قتل عمه وزوجة أبي سفيان هند، وسامح جميع الناس الذين أساءوا إليه وعادوه في دعوته. يا الله، وهو أظهر للناس أخلاق الفاتحين، ولهذا فتح القلوب قبل أن يفتح المدن، وتبعه أناس كثر بعد أن رأوا رحمته. لما لم يقتل أعداؤه شيخي؟ يا بني، لأنه لم يبعث للقتل بل لنشر التوحيد. الله رحمن رحيم وغفور وحليم وكريم، وأعطى للنبي صفاته. الحمد لله. أتأذن لي سيدي؟ تعالي كوكجي. أسعدت مساء. أتريد أن أفعل لك شيئا؟ كنت أريد شيئا وأخذته. بالرغم من كل ما حدث، عندما أراك أنسى آلامي، وهذا يكفي. ستكون سعيدا بوجود أرطغرل بيننا؟ أرطغرل والسعادة لا يجتمعان، ثم كيف سأكون سعيدا وقد هزمت أمام أرطغرل؟ أتأذن لي يا سيدي؟ سامسا؟ وأنا سيدي، أتأذن لنا؟ تعالى، هيا ادخلا. اهدأ. الحمد لله. سيدي، أستأذنك. كيف نجوتما؟ كنت في حالة خطرة ولم أكن في وعي، وحين فتحت عيني رأيت نفسي في قرية معه. هو أنقذني وأخذني إلى القرية يا أخي، وبقينا في القرية حتى شفينا، وبعد ذلك عدنا إلى مخيمنا. سيدي، سمعنا بما حصل مع كوجباش، نال ما يستحق.
قل شيئا جيدا تانغوت. لقد أثبتت بأنك الأفضل بين الرجال كلهم تانغوت، ولقد أرجعت ما أخذه سونغورتيكين. لكن سونغورتيكين ذاهب إلى قونيا يا نويان، ومعه السلطانة حليمة وديلديمير. قد أفشلنا خطة نويان، هو الآن حتما غاضب، لكننا لن نسمح له أن يتنفس، ويجب ألا نتوقف حتى نهجم عليه ونقتله. ونحن معك سيدي، سنبقى بشأنك. فلنذهب في الحال ونقتله في هذا اليوم الجميل. يا أبطال، لأجل سيدنا أرطغرل، استعدوا. سيدي، متى سنسترد اعتبارنا؟ ومن يستطيع أخذ اعتبارنا دوغان؟ ولدنا رجالا وسنموت رجالا، لن نذل لأحد. متى نسترد قيادة المحاربين؟ سيدي، السيد توتكين ما زال قائد المحاربين. المجلس فقط يقرر بامسي، ونحن ننفذ أوامره. كل الأمور سوف تنتهي. صدقت سيدي. يحيى السيد أرطغرل! 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 رضي الله عنكم يا أبطال، لم تتركوني وحيدا أبدا، وحين حاول الخونة في الداخل والخارج أن يلصقوا بي الافتراء والكذب، أنتم صدقتموني دون تردد. بارك الله بكم جميعا، لم تتخلوا عن الأعراف ولم تتخلوا عن دينكم، فلتحيوا. يحيى السيد أرطغرل! 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 أفهمت جيدا يا أحمق؟ سونغورتيكين والسلطانة حليمة
لن يقابل السلطان علاء الدين أبدا. ستذهب إلى القصر وتنصب فخا لهما. أريد أن تقضي على الاثنين معا وقبل أن يقابلوه. ستخرج إلى طريق قونيا في الصباح. تانغوت سيرافقك ليضمن سلامتك على الطريق، وإن لم تنفذ ما أقوله لك فستدفع الثمن، لأنني سآتي بنفسي إلى قونيا لأقتلك. اغرب عن وجهي الآن. لويان، ترى هل أخذ حمزة وعبد الرحمن معي؟ بل سيبقيان هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام شيخي، ليفتح الله طريقك. شكرا لك، سنرسم طريقا جديدة. لا أعلم كيف كنا سننجو لو لم تكن أنت معنا. حين يسير الإنسان في طريق الله فالله يرسل له من يهديه. الناس يدعون فقط والله هو من يستجيب. معك حق. أنا سأذهب، لكن الدرويش أمانة عندك. سوف يجلس في مسجد قبيلتكم كل يوم ليؤهل الأطفال. سيحصل هذا شيخي. سلمت. درويش، علم الأولاد الصغار. أمرك. لأن تعليمك لهم على سنة الله له أجر كبير وثواب. بارك الله بك شيخي، لأنك رأيتني أهلا لهذا الأمر. سوف أحمل أمانتك. شكرا لك. أستأذنكما. رافقتك السلامة. جيش أوكاداي الموجود في هذه الأرض، وقتلت جنودك المخلصين لك، وبعد الآن لن ترى أي نصر، بل سوف ترى الهزائم، وأنا سأبقى وراءك دائما حتى تسقط وتذهب القيادة منك يا نويان. Thank you.
هل أنت سعيد أنك خنت قبيلتك وجئت إلى نويان؟ أنا لم أخن أي أحد. أنا جئت إلى هنا فقط لأحصل على منصب في جيش أوغاداي. يرسلوننا إلى الموت. نحن نرى الموت كل يوم مثل ظلنا. وماذا إن أتى يوم ومتنا؟ أو عدنا إلى المعسكر مشوهين ونحن نتمنى الموت ولا نجده؟ كأني أراك مهموما يا تانغوت. سيرسلني إلى قونيا مع كاربيك. يريد أن يقتل حليمة قبل أن تخبر السلطان بكل ما لديها. وإن باءت الأمور بالفشل هو حتما سيقتلني وبلا رحمة. أنا يا عبد الرحمن تعبت كثيرا ولم أعد أحتمل. حسنا، لنرى إلى متى ستتحمل المصاعب. هل يوجد طريقة أخرى كي لا نموت؟ هذا هو قدرنا في هذه الحياة. ستعطيني أرطغرل يا عبد الرحمن، وسوف أجرب معك كل الطرق. كلامك صحيح، ولكن ماذا إن اعترض توتكين؟ سوف يعود هذا الأمر بالخير على جميع الأهالي يا أخي. نحن طعنا من الخلف في السابق وسوف نقطع الطريق وحدنا. هذا صحيح أخي محق يا أمي، فهذا الشيء يجب أن ينتهي في المجلس. ولكن بني، هل تستطيع أن تواجه نويهان بمفردك؟ دوغان معي، وتورغوت وبامسي لن يتركوني، وجيكلي أيضا، وعبد الرحمن. سيبدأ الاجتماع. أنا واثق بأن أرطغرل سوف يعرقلنا اليوم. كوركوت كأنه مسحور به، كل كلامه عن أرطغرل. إن لم نأخذ حذرنا فسيقضى علينا. تمهلي قليلا، أنا لم ألعب لعبتي بعد. من عظم شأن أرطغرل في القصر هو أنا. سوف ننتظر قليلا لنرى ماذا سيحدث. أرطغرل هذا هو أذكى مما تظن يا أخي. سوف أدفع بتوتكين إليه أولا كي ينشغلا ببعضهما، عند ذلك سنرى ذكاءه. وماذا إن علم بما فعلناه له وفعل معنا كما فعل مع كوجاباش؟ عند ذلك لن يعيش يا أختي.
لماذا أردت أن تراني هنا يا نويان؟ لأن هذا المكان آمن. تخلص الكايو والدودورغا من الحرب الأهلية أفراسياب. أنا أعلم نويان. بعد الشتاء وقبل بدء المعارك يجب أن نحاسب كلا القبيلتين. سوف ننهي هذا الأمر سويا. أعلم، ولكنهم سيصمدون أمام جيش المغول كالجبال. لن يستطيعوا هزيمة جيش أوغاداي، لكنهم سيكبدوننا الخسائر. وقبل أن نصل إلى حدود قونيا سوف يضعفون الجيش. وما الذي تريده مني أنا؟ أحضرت الذهب الذي طلبه جوندوغدو منك؟ نعم أحضرته. ممتاز، حين تذهب كي تستلم البضائع لا تأخذ الذهب معك. نويان لقد اتفقنا أن افعل ما أقوله لك وحسب. ستقول إن الذهب في طريقه إلى أرزروم، وحين تكون بانتظاره هناك سوف أطلب منك أن تفعل شيئا بهم. سيدة جونجاغول. سيدي جوندوغدو. عمل موفقا. شكرا لك. إن أباك رجل محظوظ جدا، فأنت في كل يوم تجمعين أعشابا جديدة له. بل أنا فتاة محظوظة لأن لدي أبا مثله سيد جوندوغدو. والرجل الذي سيأخذك سيكون محظوظا مثل والدك؟ كلما قلت إنه سيأتي يوم ليرى بطل جمالي الداخلي، أتساءل بيني وبين نفسي من هو ذاك البطل سيد جوندوغدو. قريبا سوف أبوح بكل ما بداخلي إن شاء الله. قل ما بداخلك سيدي. سيدة جوندوغول، أنا أتمنى أن أقضي باقي عمري معك وأن يكون لنا أولاد. وهذا يسعدني سيد جوندوغدو. إن شاء الله. هيا بنا نذهب. سنرى ما الوضع. السلام عليكم. السلام عليكم. سيدي لم تلتئم جراحك بعد. ستذهب وأنت في هذا الوضع؟ أرطغرل سينجح في المجلس. إن ذهبت إلى هناك فسوف تسهل عليه الأمر حينها، فالمجلس قد أخذ القيادة منه بسبب إصابته، والآن أنت في الوضع نفسه. وإن حضرت الاجتماع فسيستغل هذا الأمر. رغم هذا سوف أنضم إلى الاجتماع. إن كان أرطغرل يظن أنه سيقنع المجلس وينال مراده فهو مخطئ، لأنني سوف أواجهه. هيا.
تفضل. خيرا، ما الأمر عبد الرحمن؟ أخي جيكلي، لا وقت لنضيعه، يجب أن تذهب إلى القبيلة حالا. السلطان حليمة وسونغور تيكين حياتهما في خطر. هل سيوافقنا أفضل؟ الأمر معقد علينا. سيوفق هذا الوحيد الفتاة له وطن بالنسبة لنا. اهلا وسهلا. اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. 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 تفضلوا. يا الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم العليم الحكيم صاحب 99 اسما. يا سادة، أمضينا أياما صعبة وشعرنا بأنفاس عدونا حولنا، وبفضل السيد أرطغرل استطعنا أن نتخطى هذا البلاء، وبطلب من الأم هيما يجتمع مجلسنا في هذا الوقت، وبرغبة مني سيكون أرطغرل معنا اليوم، وأشكر حضوره. شكرا سيد كوركوت. تفضلي أم هيما. أسيادة دودورغا وأسيادة الأوغوز، تحية لكم. من بعد الهجوم العنيف الذي تعرضنا له، فقد أعطينا قيادة جيشي قبيلتين معا لقائد واحد فقط، وأريد أن أعلمكم أننا اليوم نحترم القرار وحتى النهاية ولن نتجاوزه. لقد عرفنا هذا الأمر، ولكن ما المطلوب الآن؟ السيد أرطغرل أخذت منه القيادة في هذا المجلس، وقد رأينا أن كل شيء قاله حينها يحصل اليوم، فهل هناك من يقول غير ذلك؟ لا، أنت محتاج. هذا صحيح، كل كلمة قالها سيدي أرطغرل صحيحة. هل تقصدون أنكم نادمون؟ لا، لكن لو كنا مع أرطغرل لما حدث لنا شيء مما حدث. عدونا شرس ومهمة القائد صعبة، هذا رأيي. نحن لا نريد تعقيد الأمور، لكننا نحتاط كي لا يحدث هذا ثانية. أتريدون أخذ قيادة المحاربين من يدي؟ نحن نطلب منكم أن تعيدوا لنا القيادة ثانية. تستغل الفرصة التي جاءتك وتريد أن تأخذ القوة. القوة هي القدرة يا توتكين، القدرة على التحكم بالغضب والبقاء على صواب. والآن كانت وظيفة توتكين
قيادة جيشي قبيلتينا، لكن لم يؤدي ما هو مطلوب. ونويان استغل الوضع كي ينشر الفتن بين القبيلتين. ظهرت نواياك في النهاية أرطغرل، والآن تريد استغلال فرصتك. هل ستقود الجيش بيدك المصابة؟ أهذا مرادك؟ أبدا. ليس هذا ما أريده. ما أريده هو أن يقود كوندوغدو المحاربين. معقول هذا؟ اقتراح جيد. نعم نعم أنا أوافقه. نعم. يجب نعم. أن يكون كوندوغدو هو القائد. أنا أوافقه أيضا. وأنا أيضا أريد أن يكون كوندوغدو قائد المحاربين، ونريد أن نسمع رأيك أنت والسادة في الموضوع أمام الجميع. طلبكم محق أم هيمة، طلبكم محق، لكن يجب أن نضع حدا لمثل هذا الأمر. ما الذي سنقوله للجيش؟ ما الذي سنقوله للناس؟ فإن غيرنا القادة كل فترة، ألن يقول لنا الأهالي إن هذا لا يجوز؟ صحيح. صحيح. هذا سيسبب لنا المشاكل. بعد إذنك سيدي، أنا أريد قول رأيي أيضا. تفضل سيد أرتوك. قبيلتنا منذ زمن لم ترى الأمان، والناس يتأذون لأنه ليس هناك تماسك بيننا. نحن في الداخل والعدو في الخارج، وإن بقينا نختلف معا لن نصل إلى أي نتيجة. سيدي، كي نسير نحن والكاي مع بعضنا في هذا الطريق، يجب أن يكونوا في الحكم. معك حق. إذن أنا سوف أترك القرار لكم أنتم. نعم، هذا هو الحكم. هذا صحيح. والآن السادة الذين يريدون أن يكون السيد كوندوغدو القائد ليرفعوا أيديهم. إنهم مخطئون. نعم. نعم. لكنهم كفوا. هذا هو الصواب. شكرا سيد غوموشتكين. سيدي، هل تأذن لي؟ تفضل بني. يا سادة، فليرضى الله عن كل من رآني أهلا لكي أحمل هذه المهمة منكم. سليم سليم. آمين. 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 فلتكونوا مطمئنين، ولتعلموا أن محاربي كلا القبيلتين هم إخوة لي. سأدربهم وأجهزهم كي يخوضوا معي الحرب كأنهم من أب واحد. ليكن الله عونا لنا في القرارات التي نأخذها. آمين. 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 كان الله في عونك بني. إن شاء الله أمي. ليكن الله في عونك.
قرار صحيح. الحمد لله. هذا جيد. الحمد لله. إنه يستحق. كوندوبدو أهل للقيادة. كيف تفعل هذا كوموشتكين؟ ها؟ تبيعوني ببساطة؟ أمام أسياد القبيلة كلهم؟ بل أنت مخطئ. لم أفعل ذلك، أبوك من فعلها. نعم أبوك وبقية الأسياد اتخذوا هذا القرار مسبقا، هم الذين قرروا إبعادك. سيأخذون القيادة منك وبأي طريقة. ليتني أستطيع أن أفعل شيئا من أجلك، ليتني. استجمع قواك يا بني، فقريبا سوف تتزوج. استعد كي تقضي وقتا جميلا مع عروسك، فوظيفتك الآن هي هذه الوظيفة وسوف تبدأ قريبا. ما الذي تقصده؟ تودكين، أعرفك رجلا عاقلا. أبوك لا يستطيع تحمل أعباء القيادة أبدا، إنه مريض، لم يعد يملك الوقت، وبعده سوف يأتي دورك أنت. ويجب أن تعلم أنني وفي ذاك الوقت سوف أكون معك ولن أتركك مهما حدث. أمي، غدا أريد منكم أن تذهبوا وتطلبوا لي فتاة. وإن كانت زوجتي سيلجان راضية لن أطلقها، وإن لم ترضى هذا فكما تريد. إن كان هذا الأمر يسعدك ويزيدك حسبا ونسبا ويديم نسلك فأنا راضية سيدي. ومن الفتاة؟ السيدة غونجاكول. غومشتكين يعرف هذا؟ غدا قبل أن تذهبي كي تطلبي لي الفتاة، أتمنى أن ترسلي له خبرا بذلك. إن كان هذا الموضوع في قلبك، وإن كانت سيلجان راضية بهذا الأمر، فنحن لن يكون عندنا مانع. وفقك الله. شكرا لك. أستأذنكم، سوف أذهب.
وأنا أستأذن. كل واحد منا له قدره، فليعطيهما الله الصبر. أستأذنكما، إن شاء الله يا أمي. أثرينا بأن جونجا جول مناسبة لأخي. أنا من اخترت سيرجان ولم تتفق مع كوندوكتو، والآن هو الذي سيختار زوجته. صدقت أمي. متى ستعود حليمة يا بني؟ لقد أخذت معلومات السيد أرتوكوش إلى السلطان وستخبره بأوضاعنا ثم تعود. يا رب، أنا أدعوك وأنت أعلم بحالنا يا عليم أن تفشل كل خطط أعدائنا، ولا تتركني وحيدا في وجه الظالمين، وامنحني القوة لأضحي بنفسي من أجل أمتي ولأعلي راية العدالة في العالم، وأجعل كلمتك العليا ولأقهر كل ظالم. ساعدنا يا الله كي نحفظ أمانتك ونعلي اسمك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب. كن معنا لكي نعلي راية الحق وننشر السلام في كل مكان في الدنيا. يا رب أرشدني إلى طريق الصواب. أتأذن لي بالدخول سيدي؟ تعال جيكلي تعال. سيدي أرطغرل، عبد الرحمن ألب جاء بأخبار من نويان سيدي. ماذا قال؟ السلطانة حليمة هي في خطر الآن، لقد أرسل كربيك خلفهما إلى قصر السلطان كي يقتلهما. ماذا
ماذا سأفعل يا أمي؟ كيف سأحتمل أن أراه وهو يتزوج من تلك الفتاة؟ إن كنت تحبين زوجك يجب أن تصبري ابنتي، ويجب أن تعلمي أنك وإلى الآن ما زلت في قلبه. تأكدي بأنه ما زال يحبك وهو يحترمك ويعرف قدرك، ولذلك لم يطلقك، ولكنه لا يظهر لك ذلك. ليته قتلني أمي، الموت أهون من أن أعيش هذا العذاب في كل ليلة. أنا ذاهب يا أخي، إن لم أستطع إيقاف كرابيك فالسلطانة حليمة وديلديمير سيكونان في خطر. أرطغرل، لا يمكنك أن تذهب وحدك، دعني آتي معك أيضا. القبيلة وأمي في أمانتك يا أخي، ومنذ هذا اليوم أنت أول من يعلم بمصائبي. ماذا تقول أخي؟ إن شاء الله لن يحدث شيء، لكن إن حدث هذا فأنا سأكون إلى جانبك. شكرا لك. إن لحقت بهما فسأعود بسرعة لأرى وجهة عمك المبتلى. آه منك أرطغرل. Thank you.